تشني غير بدينا ما عندك ما تخير كي كبير كي صغير حي في زي الراي اسمك كي داي الراي ولا تقلبهم باردة والله تتقوضة مع وجوه الخردة شحال نجيب لك؟ 10 15 20 هذا بو زلف جديد تاع ولاد نايل. ايه قول له 10 ما 10 نجيب لك 20 خير باش يكفي، هذا جديد هذا ما يباتش. كاين 4 ب 10000. خلي ياكل الزوالي. نجيب لك 20 خلي الزوالي ياكل. خلي ياكل. هكذا. كي ياكلوه قول له بعد على القايله قاش هو واعر يمشي. كي تاكل بعد على القايله هذا واعر يمشي. تاع القليل والزوالي. هذا قليل الزوالي 10 ياكل بك. يقولوا الكبده ياكلوها مرفهين وزوالي. اه يا سيدي الكبده ياكلوها مرفهين روحوا تاكلوا عندي البوزلوف. السلام عليكم الحاج. بن عمار. الله يرحمك سحقيتك في الشغل. ها؟ سحقيتك في الشغل. ايه تفضل يا سيدي. خصني 100 ولا 500 ألف ولا 10 ملايين. سلف لي برك. وغرني لهنا مزيان. راك مريض انت ما فهمتش حكم النمر وقول لي واش خصك 100 ولا 500. والله غنرجعها. واش راك حاب تقول فهمني. حاب نقول باش سلف لي شويه دراهم. سلف لك ونعم تراك ما بو جاي للسلف سلف انا سلف كيف تروح انت كاش لقيت واحد يروح للسلف يقول له سلف لي نرجع لك ولا نرجع لك الدوم انا منين جاني لا طونسيون الكبده منين جاتني من السلف وانت نسلف لك خلاص معليش خلص لي ريا ولا دوار واش قلت راه بن عمر الله يسرك بيتشو هذا واش يحب واش حاب يرحم بابك واش تحب؟ راك هنا يا يما تخدم بادرة كيما انت انت نورمالمون حايط تريبو كذا مريض هذا هاي هاي الحاج الحاج شوف هذه ريا وهذه كرشة ايه هذو كرعين هذا غرنوب اليوم الحكاية طويلة الحاج واش هذاك تفسر واش؟ عندي اقتراح واش هذا؟ انا ما نسلكش له خوي ياكل القويمة هنا عند عادل وقتاش هذي ملي جامي صرات هذي وقتاش سلكت لي انت غدا هنا والله غنخلص انا كي يكونوا عندي والله غنخلص قسيم ويكونوا عندي ما نبخل واحد سور اليوم والله غا كلش عليا انت والله ما تخرج حاجه من جيبك مالي اليوم نبروفيتي منك ناكل هنا عند عادل وناكل عند عبد الكريم اللي الكبده اللي مفشش لك الكبده تاعك الكبده قبل ما تهدر اهدر معاني كومونديت وربعه امشي هروح بيتشو انا هنايا هنايا هروح تتغدى بياش نتغدى هيا كي تكمل اروح تغدى يا كل كمل اروح اروح راهي تاع القبه اليوم هيا هي هيا السلام عليك اهلا عادل وليد السلام عليكم اش راك لاباس الحمد لله لاباس مريقلة مريقلة قيوي راك هنا ولا هنا اسع عادل شوف وليدي اليوم راهي مفاجأة عندي في الدار دايمي خويا اليوم قال لي الماكلة والخيرات ولأول مرة عبكري حس اليوم العالمي للصدقة خلاص مستحيلات السبع دايما يسلك حاجه ولا تعرفوا انت يا اخي دايما يجي ياكل ويجي حاصل عليه عدوا له اي واحد يدخل وانا هنا ما يخلص انا نخلص الله يبارك واش تاك ما درت ولا شوف الحاج واش حاجة الاولى انت واش حاب تاكل واش ناكل ايه انا كي العاده طيحال طيحال وشويه سردين وزيد له الكبده وزيد له الريه الله اكبر يا سيدي واش تقلقش ما تقلقش قول والله تاكل برك هات سيدي راه اليوم هات هات الطحال وشويه السردين واعطيني واحده فلفل باهيه هذا اشرب الماء باش تمرطها مليح باش تجي الماكله لا 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 الماء الماء ما منوش كي تكون تاكل الماء من بعد خلاص كي تكمل تعاود تقرعني ولا لا لا كل كل ولا لا 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 سردينا الماء اصلا كراه هي فينا الماء الحاج بالك راك حاطني كما درت عفسه هاك ماشي مليحه قاسم غير حلايدي ودراهمي يعني بالك يعني تنوي كجيني ماشي مليح
شوف الحاج دايمي روح خويا ما توقف عليش درك انا ناكل وتحكي لي ولا تحكي لي ومن بعد ناكل وش المقصود عليه جبتني هنا هي كول وانا نحكي وانت كول روح شوف الحاج بيناتنا برك الطيحان مليح مليح الطيحان ياسر اه ذوق السردين مليح الطيحان اللي يعود عنده الطيحان ما يعيش ميم كي يعود واحد قدامك يجري انت ما تعيش شوف الحاج انا نجيك من الاخر اي انا تعرف واش قررت قررت نولي ندير الخير ها قلت انا انت خويا ابن ما نديرني هنا نديرني هنا فوق راسي ليه مشيت على ساعة نجيب نكرم خويا هكا لا ما نكرمش خويا هكذا بطيحان وكبدة وسردينة ورية روح روح الحاج راح نسقسيك نعم بس ما تتقلقش ايه ليه نتقلق اسيدي هي الحاجة ساعة ساعة كي ندخل في واحد المواضيع تتنرفع انت ما تتنرفاش الحاج مثلا احنا واش نديرو بالكلوة وين الكلوة الكلوة تاعنا هكا اللي راهي فينا احنا الكلوة تصفي تصفي الماء راهي كي غربال هي تصفي الماء تصفي الدواء زعما كي تاكل انت يا حاجة فيها الزيت ومنها الزيت هي تصفي تلوح وجهها والماء تلوح وجهها وتمد لنا الفيتامينات هايوا وقدا كلوة عندنا زوج صحيت زوج زوج وكاينين ناس عايشين بكلوة واحدة ولا لا كاينين صحيت هايوا هذه اللي راح نوصل لك ليها الله يبارك المصران ايه عندنا عندنا المصران على بالك المصران واش طويل وفيه كيلومترات وكيلومترات كيلو طروت هايوا وكاينين ناس اللي يقطعوا لهم من المصران بعيد شر بعيد شر عليك بس حيبقوا حيين ايه فهمت ما تتقلقش على هاي سيدي انت راك يحضر سيدي راح توقف هالي ما تتقلقش ما تتقلقش كي تقول لي ما تتقلقش منين تقلق انايا انا عندي خير انا قلت لك خي وليت ناوي ندير الخير درك ان شاء الله كاين واحد المخلوق يغيظ يشف والله وتشوفه غير الدمعه تطيح لك قد الكرد مسكين محتاج كلوة انت راك تصدق روح شري له كيلو كلوة واعطيه واش كاين لا لا ماهوش مشكل هو مش محتاج كلوة اللي ياكلها هو ما عندوش هو خلاص له عاد ما يصفيش انا مرض ربي يشافيه ان شاء الله قال له الطبيب لازم لك كلوة ايه انا واش خممت نعم جاتني تخميمة رائعة قلت الحاج خويا ابن ما انسان مولا خير ويحب الخير ونهار كامل وهو يهدر لي على الدين ويهدر لي على الخيورات قلت نسبق فيه خويا انا الخير شوف كي عود الخير نسبق فيك الله يبارك قلت هذه ما يقدر لها غير الحاج ان شاء الله انت الحاج نديوك للسبيطار ونقصوا لك كلوه ليه اخوي ان نصدقوا على السي ولا تصدق في الكره تاعي انت انا قلت نسبق بك الخير ولا خير البر عاجله يا سيدي انا له داك الكلام يا صدق بعد الشر عليك يا سيدي لي انا ما لقيت ما ندير ولا راني نصدق على روحي نصدق الدقيق نصدق الملح نصدق لا تعاود تنحي لي كلوتي خويا صبحات ربي هذايا بصح هاي كلوه واحده راك تقدر تعيش بها الحاج وراحك الكلوه الاخرى لا تروح لك انت حكم يدك في الكل وهاي راحت يا سيدي انت اخي نهارتو انت الحاج كور كيما هذا لا يعني راك حاكمه هكذاك غير من الدار للمسجد الناس هي محتاجه تخدم حتى واحد زوج 15 نزيد لك 16 في عندك العينين اللي ما مش مليح يا سيدي حسدتني في كلش قدمت لي الكور تاعي درك والله باغي تفضني ولا واش نجيك ما لا عندي اقتراح نجيك من الاخر هو في الحقيقه انا كل اللي كذبت عليك هي ماشي كذبه هي هو هذا الانسان نبيع له تبيع له كلوتي هي بس شوف نخرجوا من الغرقه ضربه واحده هذا مليون اورو كي والو قسيم طلع عليا مليح ترى نشوفك اخويا هذه هي الغدا اللي تحوس تسلكوا لي تحوس تديني شبعان لا لا الحاج فهمني فهمني انت انا واش قلت ايه؟ قلت انت يا اخي ما كدير والو ايه؟ انت واش راك تخدم ها كان طريطي ايه؟ ونهار طول انت قاعد غير في الجامع يا صحيح من الهضره ما عندك حاجه حتى هضره غير تاع ها صليو ها وذن ها مقاموا ها ديروا الخير تمد كلوه هاي مليون وكان يقدر ربي المصران تاعك ونزيدو نقطعوا لك منه شوي نزيدو نبيعوه بمليون صحيح ويقدر ربي ما تحقش عينه وعين هو ايه؟ والله غير ناقصته عين شوف والله انت وعندك زوج شوف مليح انا انت ماذا بيك نولي ما نشوفش انا ما كحلي هكذا ما نشوفك ما نعيط عليك ما نهضر معاك ياك بوحده شايفني ولا ماك شايفني وكان دير هكا
نشوفك انا بلا عيني مغمضين نشوفك ونحسك. وعلاه مالا لازم لك زوج تبذير هذا وتبذير هذا؟ وما تسحقش ما تسحقش يعني كيما نقولوا كعبه هذه. هذه هي. تتباع هذه. تتباع الكعبه وغاليه وما يقدروا لهاش العباد. وقسيم وتشوف المخلوق هذا غير تبكي يا الحاج تقول ماشي غير نبيع له نبيع له نبيع له عمري. انت باه تكملها طول ما نعطيكش سلسول ظهره. ما نحتاجوش. فقرات يعني بالك سي جامي. هنا يا سيد راه محتاج عين. ومحتاج رية يعني ولا ما تمدلوش ريتك انت وكلوتك انت واش خاصك انت ما تدير والو حابس نورمالمون انت اللي تكمل انا نقدر نكمل لا ما تمدلوش كلوتك انت ودير الخير فيا خويا انا كي اقترحت على السيد قلت له نعطيك كلوتي هو قال لي لا لا قال لي كلوتك انت مخلطه ومخالط قيوي ومخالط بيتشو ومخالط الجماعه هذوك تاع القمار هو اللي ما حبش قال لي حوس على حاجه صافيه ويحوس على حاجه حلاليه قلت له ما يسلكك غير ابن ما الحاج لا يبارك انت جسمك حرامي انت جسمي انا مشكوك فيها الحاج هي عينك مشكوك فيها وباغي تخدم بي انا يعني شوف ذاك الخير اللي جابه ربي يعني صبحت ربي كنت لاباس عليا لهيه جاي دير لي في دعاوي الشر نتايا تبيع في الاعضاء تاوعي وتمدم الناس وجايبني لعند عادل انا قلت بالك صح راح يسلك لي وانطرني ذكرى تخدم فيها المستقبل نتايا يا الحاج يا من دراهمك وبانا ماهوش دينار الحاج هاني قلت لك هذه فيها غير زوج ملايين قسيم غير نخرج والله غير تبني فيلا بلا بيسين يا الحاج اخويا روح انت مدلو انا علاه نمدلو كيلوتي سبحان الله كي نحب نمد حوايجي نمد حوايجي للناس انا لو كان عسى ربي لو كان انا فيا الخير لو انت خويك ما يصرى لك بعيد الشر راني مخليهم لك ليك باه تنحي لي الكلوه تاعي وتروح تبيعها لواحد افرض نحيت لي الكلوه تاعي وغدواك ما صرى لك انتيا العجوز امي انت مسكينه تحب تنحي لها حوايجها وتبيعهم يعني احنا العجوزه قاعده قاعده حكم القرنيه هذيك كي نفرغوها وتعطينا احنا علاه انت واش العجوز واش واش بالله راك راك مستعد بالمقاس تقطع في الناس والله واش بك هذا؟ انا نافيقي يا اخي قلت لك نافيقي يا الحاج باش تروح تخدم على روحك جاي تبيع تنق لامي انت مسكينه وتقدم لي انت الله يعطيك الشر ان شاء الله يا ربي يعطيك العمى والصفاير في ذاك الوجه تاعك حق ربي غير وقفتها لي هنا والله غير جيفتني يا وجه الشر وكول الحاج ما ناكلش كل تاعي تتحرك درك انا جايبني تبيع لي تا والله ما فيك لامان يا الحاج هذه كون شو قسيم غير منه ومنها راهم يقراوا عليها يا الحاج غير تقدر تعيش بكل واحدة تعيش العمر كامل حق ربي غير نديبوزي بيك بلانت على بالك راهم ساعة ساعة ويحكموا واحد مهبول مطيش يقولوا باللي مسكين داوه يلقوه مبضوع واقيلا انت لك داخل في هذا الجماعة اللي تقطع في الناس في المصلحة لا لا ما تتمنش والله ما تتمن ما من اختطاف تاع الأطفال هذو واقيلا داخل فيهم انت يا الحاج والله نديبوزي بيك بلانت وراهم الشهود هنا يا الحاج تتكبر تتسمع والله نكبرها كل دائما هكذا سم بالله ما فيك الخير انت يا باسكو انت نيتك يا ودي مخك انا حيل كيفاه يخمم يا كنت اللي تضل تقول لي خدم نافيكي نافيكي كي جيت النافيكي وقفت لي وات نافيكي بكلاوي يا ولا ولا انا نروح للناس ونقول لهم اعطوني الكلاوي ولا يا خويا واش دخلك في هذا الشيء لا ما قريتش لو كان عطي ربي لا يا جاب من جات من باب واسع الحاج علاه تبروكي في الاخير خير ما قبلت خدمه ما قبلت هاي من باب واسع وسيدها وبلا كلوة علاه يعني او قريب يموت علاه الحاج علاه اخويا خلينا واش دخلك انت في الحوايج واش فكرك في هذو روح تخدم روح تتعلم باغي دير الخير روح على روحك ما تنقي البلاد تبع لي في كلاويه في بلايص انا علاه صاحبي انا ننظم فيك مد الكلوه تاعك حاجه ما تفونكسيوني فيك انت لا لسان الكلوه تاعي انا كي قلت له المره ديجا هو معاه قلت له قال لي شوف الحاجه الاولى الكلوه تاعك ما تهدرليش عليها انت نورمالمون الحاجه العزيزه القلب تاعك راهي الناس تكون مرضى بالقلب نورمالمون القلب تاعك وتصدقوا عليها الحاجه باسكو ما عندكش قلب انت فارغ بارد يا وما عندكش قلب والله ما عندك قلب كون عندك قلب انت يا ما تزيدش تهدر هذا هو اللي يقولوا قلبه بارد قلبه ثلاجه انت قلبك ثلاجه كونج معليش معليش يا سيدي ما تمدش الكلمه ما تمدش الريه ما تمد ما نمت لك بدل الريه ما نمت يا سيدي راك تفصص فيا ولا يا سيدي اعطينا كرع كرع وي الحاج نوض اخرج عليا نوض اخرج ما يحشمش جايب خوه يكسل فيه والله ماك عبد نتايا عاد الوليد شوف الا زاد جاك هذا ما زيدش تخليه راك تعرف الدهيمي هذا ماهوش عبد هذايا نعطيك كرع نعطيك ذراع في بنيه تاعك والله غير والله اخوتي غير عيد سامحوني يا كيف ما تقلقش الناس انا كيما هذا يقول لي جي نصني ها ما تقلقش روح مدلو كلوتك انت عندك كلوه قادره سبحان الله يا شوفوا الدنيا كي ولات زمان دار والناس كي كانوا العيشه معاهم ولات غير كوشمار يا الحيله هي قليله غير تعطي وربوار وعيوبهم بانوا الشتاء وطمع تشري غير بدينار ما عندك ما تخير حي في زي الراي اسمك يدي الراي ولا تقلبهم باردة والله تتقوضة مع وجوه الخردة وهي
دارها و...